Mr. President, سيدي الرئيس Deputy Secretary General, ونائب الأمين العام، سادة الحضور، أنا أشرف بأن ألقي بعض الكلمات في هذا الحدث الهام. نحن هنا في وقت حرج كما أشار السيد جون كيري، فنحن نبعد 60 يوما عن مؤتمر الأطراف 27، وهو سيحدد خريطة الطريق العشر سنوات القادمة للتحول نحو الاستدامة والمخاطر عليها، وخاصة في أفريقيا حيث تغير المناخ يشكل مخاطر كبيرة ويهدد النمو والتقدم الحادث في العقود الأخيرة. وبالعودة إلى العلم، فأفريقيا في موقع غير عادل أنها تشارك 3% فقط من الانبعاثات، بالرغم من أن لديها 17% من مجمل سكان العالم. هي انبعاثاتها قليلة ولكنها تعاني أسوأ التبعات. وفي هذه الأزمة المتضخمة والتي تسبب فيها آخرين، فهناك فرص كبيرة لأفريقيا. وأود أن أهنئ الحكومة المصرية على تنظيم هذا المؤتمر، وهذا من أجل تعميق التعاون، وحتى تستطيع الدول حول أفريقيا أن تحصل على تمويل وأن يكون لديها استثمارات مستدامة وخضراء وأكثر صمودا. سيدي الرئيس، يقال أن حظ الشجعان، ونحن ما قمت به سيادتكم من إصلاحات اقتصادية للمناخ وتمويل خاص بالمناخ، فالتمويل يساند الطموحين الاستدامة والالتزامات الطموحة الوطنية والخطط المقبولة مصرفيا والخطط بعيدة المدى، كلها تتطلب تعاونا. وبشكل خاص يجب أن نعمل سويا لوجود طرق جديدة لحشد التمويل من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا، وهذا يتطلب الإجراءات القوية من جميع الأطراف وخاصة بنوك التمويل، حتى يستطيع القطاع الخاص أن يطلع بدوره كما قالت مساعد الأمين العام وأكد عليه السيد جون كيري. وهذا يتطلب أيضا وجود سوق كبيرة للكربون، وتكون سوق موثوقة، ولهذا فيجب على القطاع الخاص أن يستثمر في هذا المجال للالتزام بالتزامات الدول. وبهذا المنطلق فكان هناك التزامات كبيرة من هيئات التمويل الدولية لوجود 130 مليار دولار موجودة للتوافق والالتزام باتفاق باريس، والآن أتى الوقت للوفاء بهذا التعهد. ولذلك فهناك عمل كبير يجري مع الحكومات والقطاع الخاص والأعمال الخيرية للتوسع في التمويل الخاص بالاقتصادات النامية، وهذا يتضمن منصات مثل نوفي، وهي بها كثير من الابتكار كما قالت الدكتور رانيا، وهو يتضمن أيضا مبادرات مثل تمويل تغير المناخ ووجود أيضا تمويل البنية التحتية في الاقتصادات النامية. وجي فانز سوف يعظم من الاستفادة من هذه المشروعات، وسوف نساند الحكومات، وسوف نحث بنوك التنمية لتمويل للتحول العادل والتكيف لتغير المناخ في أفريقيا، وأيضا كيف يمكن للالتزامات الموجودة أن تعظم من رأس المال المتاح. ولهذا فنحن متحمسين لإعلان عن إطلاق من هذا المؤتمر لشبكة جي فانز في أفريقيا، والذي يرأسها سيد دكتور
محمود محي الدين، وإذا أردت عمل شيء فيجب أن تعطيه هذا الدور لأنه سيطلع به بشكل كبير. وهذه الشبكة تجمع تأتي بأفريقيا لجيفانز وتلبية الاحتياجات الخاصة بالمناخ، وهناك الكثير من القيادات الخاصة بالتمويل في مقدمة هذه الجهود. ونحن نقول أن الاستدامة تتعلق بأكثر من التخفيف، وهذا أمر فاستراتيجيات مصر وسياستها تقوم بهذا أو تطلع بهذا الأمر. ولا يوجد صمود بدون التكيف، والإسهامات الخاصة بالقطاع الخاص يجب أن تكون مجابهة لهذا. ولذلك فأعضاء جي فانز فنحن نحاول الوصول لصفر كربون، لأن صفر كربون هو العامل الأول للتحدث عن التمويل في أفريقيا، ولكن دورنا ليس فقط الاستثمار وتمويل الطاقة الخضراء في المستقبل، بالرغم من أن الطاقة الخضراء في قلب الاستراتيجية الأوروبية، ولكن أيضا الخروج بعد من الوضع الحالي أو القائم. ولهذا فالجهود الخاصة بالتمويل الخاص في أفريقيا يمكن أن تساعدنا من الانتقال من التعهد إلى الوفاء بالالتزام.